السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم مصطفى سعدي، تكنيكال ليد وخبرة أكتر من 10 سنين في مجال تطوير التطبيقات ومواقع الويب والألعاب. النهاردة بإذن الله معانا إجابة على سؤال يعني جالنا على الكومنتات أو تعليقات بتاعة قناة اليوتيوب، وهو سؤال بسيط جدا. حد بيسأل بيقول بالنسبة لطالب درس لغة جافا و OOP و Data Structure و HTML و CSS و JavaScript، ايه افضل لغة ليه للباك اند؟ طيب انا في الاول كنت فاكر ان هو قصده جافا اللي هي جافا سكريبت يعني، ولكن هو قصده لغة الجافا اللي هي الجافا اللي هي الاوبجكت اورينتد يعني، لان هو طبعا كاتب ان هو درس اوبجكت اورينتد بروجرامنج، وكاتب ان هو درس داتا ستراكشر، وبعدين كاتب جافا سكريبت تحت، فغالبا دي اللي هي الجافا اللي احنا قصدنا عليها يعني. فهو بيسأل ايه افضل لغة للباك اند. طيب انا هنا عندي اجابتين، وكل اجابة بناء على حاجة معينة انا يعني لو انت قدامي كنت هسألها لك. فانت دلوقتي اصلا بدأت ان انت تتعلم جافا ومتعلمت او بي الحمد لله وداتا ستراكشر، فافضل لغة للباك اند ليك من حيث ان انت مش هتتعلم حاجة جديدة تمام وتطبق على لغة الجافا اللي انت اتعلمتها، هي هتكون جافا سبرينج بوت. تمام، ان انت تخش تتعلم الباك اند بتاع جافا سبرينج بوت. تمام، هو للأسف شغله ضعيف شوية في مصر، وفي العالم برضو يعتبر ضعيف شوية، ولكن ده هي ايه هيوفر عليك فكرة ان انت تروح تتعلم او ما تكونش اتعلمت الجافا على الفاضي من الاخر يعني. لان ببساطه شديده لو انت كنت سالتني من غير ما تذكر ان انت اتعلمت الجافا والاوبجكت اورينتد وداتا ستراكشر، كنت اقول لك وانا مغمض روح اتعلم نود جي اس كباك اند. طبعا نود جي اس مع اكسبريس فريم ورك للباك اند. فنعيد تاني الاجابه، لو انت مش عايز تضيع اللي انت اتعلمته في الجافا والاوبجكت اورينتد داتا ستراكشر، هتروح تتعلم جافا سبرينج بوت. دي فريم ورك كده مكتوب بالجافا بيخليك تعمل باك اند تمام، وبيشتغل على اباتشي والدنيا تمام معايا يعني، وسبورت بحاجات كتير، ولكن شغله مش كتير، مش زي النود جي اس وزي البي اتش بي وزي الدوت نت. طيب لو انت عادي معاك ان انت اتعلمت جافا وخلاص مش هتستخدمها، فروح افضل للنود جي اس، شغله كتير، تعلمه اسهل بكتير، مش هتعاني مع حته ده ستراكشر اوبجكت اورينتد لان هي جافا سكريبت في النهايه تمام، ومن الاخر هتكتب يعني مش هتحس بعزله وانت بتكتب باك اند، لان انت اتعلمت اتش تي ام ال وسي اس اس وتعلمت جافا سكريبت اوريدي يعني، فهيكون الموضوع اسهل لك بكتير جدا. النود جي اس طبعا جافا سكريبت كلها، الاكسبريس دو جي اس ده الفريم ورك بتاع الباك اند بتاع نود جي اس، سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل، السنتكس بتاعه هو الجافا سكريبت، الكوميونتي بتاعه واسع جدا وكبير، وبرضه شغال على مواقع كتير جدا، وقلنا الشغل بتاعه كتير. بس كده برضه عندك اوبشن تاني اللي هو بتاع الدوت نت، بس ده هيبقى بصراحة اوبشن بعيد انت تروح تتعلم الدوت نت. هنا بقى انت هتنسى الجافا سكريبت، الجافا اللي انت اتعلمتها جافا سبرينج بوت، وهتنسى برضو فكرة ان انت هتستخدم لغة جديدة للباك اند ملهاش علاقة بالجافا سكريبت اصلا، فالموضوع هيبقى غريب بالنسبة لك، فعشان كده ما رشحتها لكش. فالافضل انت تروح لنود جي اس. اتمنى اكون جاوبت يعني بشكل واضح وبسيط. يا ريت اي حد عنده اي استفسار يكتبه في كومنتات او تعليق يكتبه في كومنتات، ويا ريت لو بتسمع اي منصة ريت تعمل لايك واشتراك، وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، لحد ما اشوفكم فيديو جديد. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.